خالف اللائحة طب يا مخالفة. باشمهندس طارق، حضرتك في نقطة مهمة جدا، هل دوري المحترفين خدوا موافقة الجمعية العمومية؟ ما انا بقول لحضرتك بقى نرجع للقانون ده بقى سؤال مهم جدا بصراحة. هو دلوقتي خالف اللائحة؟ خالفها. تمام. خالف الصعود والهبوط؟ خالف الصعود والهبوط. اه الصعود والهبوط مترتب عليه عضوية النادي في الجمعية العمومية. الصعود والهبوط مترتب عليه أحقية العضو في التصويت. الصعود طبعا. والهبوط مترتب عليه حقه من عوائد تسويق المسابقة من القسم الأول حاليا. بياخد 5% للقسم الثاني و5% للقسم الثالث، وده عقد عمله اتحاد الكورة. نسبة ال 5% تساوي 120 مليون تقريبا جنيه. كل ده هيروح، لان انت صنفت انديه دلوقتي، طلعت انديه من الدرجه الثالثه او القسم الثالث الى قسم ثاني، عملت قسم ثاني جديد سميته قسم ثاني الف، وعملت قسم ثاني ب. هل في اللائحه في حاجه اسمها قسم ثاني الف؟ ده في انديه كمان صعدت درجتين من الثالثه على المحترفين. صعدوا درجتين. هل في اللائحه في قسم ثاني ب؟ مفيش. مفيش. هو قسم اسمه قسم ثاني. انت خالفت اللائحه. خالفت اللائحه. نرجع بقى ثاني. مخالفة اللائحة خسرت الأندية الأعضاء ايوه العضوية. وهتخسر بعض الأندية برضه، الأندية في تنظيمها ازاي هتصرف العوائد دي. تمام. فأنت كده بتعمل حاجة جديدة. حاجة جديدة مطلوب من حضرتك طبقا للقانون. ترجع للقانون. أنت بتعمل لائحة جديدة اللي تم التوافق عليها في اللجنه الخماسيه وتعدلت بعد كده. تم التوافق على 3 مجموعات في القسم الثاني، وتم التوافق على 12 مجموعه ونظام الصعود والهبوط اللي ثابت ده بهدف الحفاظ على الانديه الشعبيه. بالظبط كده. القصه دلوقتي انت اللي انت بتعمله ده بيرسخ فكره اللي اتكلمتوا فيها، صعود انديه الشركات على حساب الانديه بالزبط. الشعبيه. بالظبط. هو ده الهدف. ان انت ما بتعطيش العائد بتاع الروابط. طب هنا سؤال. طب اتفضل حضرتك قول الحاجه الاخطر وبعد كده اسالك سؤال تاني. الحاجه الاخطر بقى اللي هي فكره ان انت الانديه الشعبيه بتروح كل سنه عماله تتزايد، وانت عامل دوري قسم تاني ليه ده. لو انت نفذت القسم تاني الف ده، لو انت نفذته في لحد دلوقتي 15 شركه. بالظبط. يعني 15 نادي شركه. بالظبط. والمجموعه بتاعت بحري فيها نادي شركه كمان طالع، فانت بتتكلم على 16 17 نادي شركه، وهيبقى فيه 3 انديه شعبيه واربع انديه شعبيه. وهيختفوا الثلاث انديه دول بعد كده خلاص. ولما هيخشوا في المسابقه انت بتتكلم على مسابقه يا كابتن هتتكلف فوق النص مليار جنيه، 10 مليون جنيه اللي انت هتديها تفرقع على الانديه. طب يا فندم انا عايز اسالك سؤال. السؤال